سمعت مسؤولية كبيرة، ما غاديش نقول كل شيء، ولكن كاين ما عندهمش مسؤولية تجاه الفرق، بس عندهم نظر في العقلية ديالهم، لا خارج من العاب ولا داخل من العاب، كما قلت لك باش نتشاركوا في الصباح وهي الموسيقى. نتمنى ان شاء الله فريق الرجاء يدور على التغييرات وبزاف ديال الاشياء اللي خاصها تتبدل ان شاء الله. فريق الرجاء الموسم الجاي ان شاء الله ما تسعى فيها.